إريتريا دولة تقع في القرن الأفريقي على البحر الأحمر، وهو موقع ساحلي طالما كان مهماً في تاريخ البلاد وثقافتها. كانت إريتريا مستعمرة إيطالية حتى أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، وقد شهدت تاريخاً قاسياً من البقاء. كان آخرها حرب الاستقلال التي استمرت 30 عاماً والتي لم يسبق لها مثيل في أي مكان في أفريقيا. بالنسبة لنا نحن الإريتريين، لم يكن مايو 1991 مثل الأعوام السابقة. لقد بشرت بنهاية 30 عاماً من الحرب التي قضيناها في القتال من أجل التحرير. إن التضحية التي بذلت لتحرير إريتريا من الاحتلال الإثيوبي لا يمكن وصفها بعبارات بسيطة، لا يزال يتردد صداها مع المشاعر. في مايو 1991 رقصنا وزغردنا احتفالاً بنهاية حقبة مظلمة وبائسة، كما رحبنا بمستقبل جديد موعود بالسلام والأمل. ومع ذلك لم يمضي وقت طويل حتى تبددت هذه الآمال عندما بدأنا نشعر بالواقع القاسي للعيش في ظل الطغيان الوحشي. بدأنا نلاحظ أننا تعرضنا للخيانة. إن نفس أبطال التحرير الذين قاتلوا ذات يوم من أجلنا ومن أجل مستقبلنا أصبحوا الآن مضطهدين لنا، وهذه المرة أكثر قسوة وشؤماً من أسلافهم. وسرعان ما تحولت إريتريا إلى سجن سياسي على مستوى البلاد، يحتجز فيه آلاف السجناء السياسيين دون محاكمة، وبعضهم مسؤولون حكوميون سابقون رفيعو المستوى حاولوا الدعوة إلى الإصلاح. ومع عدم وجود أي شكل من أشكال الديمقراطية والتهديد بالعزل في أي وقت من الأوقات، انتهى بنا الأمر إلى نظام سياسي عازم على تدمير وتخريب حياة المواطنين الأبرياء، سواء كانوا أصدقاء أو أفراد عائلات في مجتمعات بأكملها. لا دستور، لا سيادة القانون، لا برلمان، لا صحافة حرة، لا مساءلة، ولا احترام لحقوق الإنسان، ولا يوجد نمو اقتصادي، وفوق كل شيء لا أمل. في إريتريا اليوم أصبحت الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية والسجن والاختفاء والتعذيب والتجنيد الذي لا نهاية له، وعسكرة الشباب والإتجار بالبشر والتهريب وغسيل الأموال والابتزاز هي القاعدة، ونحن نقاتل بلا معنى مع جيراننا بينما العدو الحقيقي موجود داخل حدودنا. لقد خرجنا من دون أي شيء سوى اليأس، تاركين وراءنا كل ما نعرفه. لقد تفرقنا في جميع أنحاء العالم ندعو من أجل اليوم الذي يمكننا فيه أخيراً العودة إلى وطننا، إلى السلام الذي كنا نأمله في الأصل. ومع ذلك فإن هذه الدعوات لم تظل دون إجابة فحسب، بل تم رفضها تماماً، حيث أن الاضطهاد الذي حاولنا الهروب منه قد شق طريقه الآن إلى حياتنا الجديدة، ومن خلال سفاراته ومكاتبه القنصلية والعديد من الشبكات الرسمية وغير الرسمية الأخرى في جميع أنحاء العالم، يواصل النظام إطلاق العنان لأجندته وعدوانه بلا هوادة. أصبحت المضايقات والترهيب والاختلاس المالي والإساءة العاطفية جزءاً من حياتنا في المنفى، بهدف وحيد هو الحفاظ على حكمه الاستبدادي. تسلل النظام بشكل منهجي إلى مجتمعات الشتات عبر جنوده تحت اسم الجبهة الرابعة. الجبهة الرابعة هي جناح الشتات لجهاز أمن النظام، وتستهدف جماعات المعارضة، بينما تطلق العنان بلا هوادة للابتزاز والاستغلال متعدد الأوجه. هدفها الأساسي هو قمع المعارضة في مجتمعات الشتات من خلال المهرجانات والأنشطة المجتمعية والمناسبات الاجتماعية. ومن خلال النشر الفعال لشبكات الجبهة الرابعة وغيرها من الشبكات، يواصل النظام الاستبدادي غسل أدمغة بعض الشباب في الشتات، وتطرفهم بمشاعر الكراهية ضد الغرب وأي شخص يدعو إلى التغيير في إريتريا. إن السلطات الإريترية التي أجبرتنا في المقام الأول على الخروج من بلدنا الأصلي ونهيم على وجوهنا في المنفى في جميع أنحاء العالم، لقد واصلت السلطات الإريترية دون خجل وبشكل منهجي تنفيذ هجومها علينا بطرق عديدة. ومن المؤسف أن هذا يحدث في نظر المجتمع الدولي، وهو جزئياً نتيجة للفشل السياسي والأخلاقي للمجتمع الدولي الذي فشل باستمرار في دعمنا. ولكن هذه المرة لم يعد أمامنا خيار سوى المقاومة والبقاء على قيد الحياة على الرغم من العقبات الهائلة. نحن الباحثون عن التغيير سنستمر في الدفاع عن أنفسنا كمغتربين، وسوف نستمر في التنديد بوحشية ونفاق النظام وحملاته، وسوف نستمر في العمل كصوت للشعب الإريتري الذي لا صوت له. وعلى الرغم من كل الصعاب، فإننا نؤمن إيماناً راسخاً بأننا قادرون على إعادة خلق مستقبلنا بإريتريا موطناً لمواطنيها، حيث تسود الديمقراطية والعدالة وتحقيق إمكاناتها الكاملة
وبالتالي المساهمة بشكل كبير في السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها. لدينا مهمة يجب إنجازها مهما كلف الأمر، وسوف ننجح في إخراج إريتريا من كونها دولة فقيرة منبوذة إلى دولة ديمقراطية مزدهرة ومستقرة يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في المنطقة وخارجها. إن الثورة الزرقاء التي تنتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم اليوم هي نتاج عقود من الخيانة والقمع. إنها حملة من أجل العدالة والسلام والأمل أطلقتها الجالية الإريترية في الشتات. نحن ندعو كل فرد ومنظمة وسلطة محبة للديمقراطية إلى إظهار التضامن مع الثورة الزرقاء، بينما نواصل النضال من أجل نفس القيم بعد مرور 30 عاماً.